السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم عن خطورة السكر التراكمي. السكر التراكمي المرتفع خطير جدا، ولا بد من وضع خطة آمنة لعلاجه. توجد بعض الاستراتيجيات والطرق البسيطة التي يمكنك من خلالها إعادة ضبطه والتحكم فيه. كيفية وضع أهداف لضبط السكر التراكمي؟ أولاً، الهدف السهل، السكر يكون أقل من 8%. الهدف الثاني، السكر أقل من 7%. كما ذكرنا سابقاً أن السكر التراكمي هو عبارة عن متوسط نسبة السكر في الدم لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر سابقة. الدم يحتوي على الهيموغلوبين الذي يقوم بحمل ونقل الأكسجين في الجسم ويمنح الدم اللون الأحمر المميز. يسمى هذا التحليل بالسكر التراكمي لأن السكر يتراكم على الهيموغلوبين عندما تكون نسبة السكر كبيرة في الدم. نسبة السكر التراكمي الطبيعية يجب أن تكون أقل من 5.7% بالنسبة للأشخاص الذي تم تشخيصهم من قبل بأنهم مصابين. بالسكري تكون نسبة السكر التراكمي الجيدة لديهم أقل من 6%. بعد أن تقوم بالتحليل تطلع على نتيجته. إذا كانت النتيجة أعلى من 6% فمعنى ذلك أن نسبة السكر التراكمي مرتفعة. من الممكن أن ترتفع نسبة السكر التراكمي إلى 7% أو 10% أو حتى تصل إلى 14%. كل هذه النسب خطرة على الصحة. لتفادي هذه الخطورة عليك البدء في تحديد أهداف لضبط السكر التراكمي. سأوضح لك كيفية تحديد هذه الأهداف والبدء في خفض السكر التراكمي لديك. الوصول إلى معدل سكر تراكمي يصبح أكثر سهولة وأمان عندما تضع أهداف لتصل إليها. إذا كان السكر التراكمي مرتفعا جدا مثلا 10%، سيكون الهدف الأول وصول السكر إلى أقل من 8%، وبعد ذلك الهدف الثاني أن يكون أقل من 7%. أولا، الهدف السهل، السكر أقل من 8%. قد يكون وصول السكر التراكمي لديك أقل من 8% مناسب إذا كان لديك تاريخ مع انخفاض السكري أو مضاعفات الأوعية الدموية. نوصي بأن يكون السكر التراكمي أقل من 6.5%، لأن هذا هو الهدف المثالي حسب الإجماع العالمي، حسب الجمعية الأمريكية للغدة الصماء والجمعية الأسترالية للسكري. طبعا هذه الأرقام لم نضعها اعتبارا، إنما هي بناء على دراسات مستفيضة قبل مختصين في هذا المجال. الهدف الثاني أن يكون السكر أقل من 7%. نسبة السكر التراكمي المستهدفة لمرضى السكري تكون أقل من 7%. يحاول الأطباء أن يكون هدف وصول نسبة السكري إلى 6.5%، ولكن هذا الرقم صعب الوصول إليه لشخص مصاب بالسكري، ولكن ليس مستحيلا. الآن سأقدم لك 4 نصائح ذهبية لخفض وتقليل السكر التراكمي المرتفع. النصائح الذهبية التالية ستساعد على تحسين وتقوية التحكم بالسكر التراكمي يوما بعد يوم، ولكن عليك أولا تطبيقها بانتظام للحصول على نتائج مرضية. النصيحة الأولى وهي المشي وممارسة الرياضة. حاول أن تمارس الرياضة وأن تجعلها جزءا من حياتك اليومية، على الأقل 30 دقيقة في اليوم.
30 دقيقة يوميا جيدة لمدة 5 أيام في الأسبوع. يمكن أن تجعل ممارسة الرياضة أكثر متعة وبدون قيود أو شروط، مثلا ممارسة الرياضة مع صديق، أو ركوب الدراجة في الهواء الطلق، أو القيام بنزهة والمشي مع العائلة. النصيحة الثانية، النظام الغذائي الصحي. يمكن تناول الخضروات بدون قلق، يمكن تناول الخضروات بدون قلق، ولكن عند تناول الفواكه والبروتينات والدهون والكربوهيدرات مثل الخبز أو البطاطس أو النشويات، فيجب عليك في هذه الحالة أن تبدأ في حساب حجمها وأن تتوقع أنها سترفع السكر، فتجنب هذه الأمور. تجنب الإفراط في تناول الطعام، ويمنع شرب المشروبات، يمنع شرب مشروبات الصودا السكرية وعصير الفاكهة. النصيحة الثالثة، التمسك بجدول زمني. كيف؟ بعدم تناول الطعام وترك الكثير من الوقت يمر بين الطعام أو تناول الغذاء بشكل مفرط، يمكن أن يسبب عدم اتزان مستويات السكر في الدم، ويسبب الانخفاض والارتفاع كثيرا. النصيحة الرابعة، يجب التحقق من نسبة السكر التراكمي في الدم. قم بالعمل مع طبيبك لتحديد ما إذا كان يجب عليك التحقق من نسبة السكر في الدم ومتى. نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم مجددا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.